سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مشاهدينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دروع الوطن، والذي نذهب فيه وإياكم مشاهدينا الأكارم في جولة ميدانية واستطلاعية لتغطية العام التدريبي والتأهيل الجديد في قيادة المنطقة العسكرية السادسة، تحديدا هنا في محافظة الجوف ومحور الجوف. نتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا، فأهلا ومرحبا بالجميع. دشنت قيادة محور الجوف مطلع هذا الأسبوع العام التدريبي والقتالي الجديد بعرض عسكري مهيب برعاية رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبد الرب منصور هادي واللواء أمين بن علي العكيمي قائد المحور ومحافظ محافظة الجوف، بحضور عدد من القيادات العسكرية والسياسية بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة. وفي العرض العسكري أكد ركن محور الجوف العميد مجاهد الغليسي في الكلمة الترحيبية التي ألقاها بالنيابة عن اللواء أمين العكيمي محافظ المحافظة وقائد المحور أن ما تشهده اليوم ألوية محور الجوف من تطور وتعزيز القدرات القتالية والمعنوية يأتي في إطار النهوض بمكانتها العسكرية والقتالية التي توليها القيادة السياسية والعسكرية جل اهتمامها ورعايتها المستمرة. من جانبه استعرض العميد الصادق أمين العكيمي ما تحقق من إنجاز كبير في عملية التدريب والتأهيل القتالي والمعنوي خلال المرحلة السابقة، ومدى الاستعداد لتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية والتأهيلية للعام التدريبي والقتالي الجديد. أولا نرحب بضيوفنا الكرام، كما أننا نرفع أسمى التهاني والتبريكات إلى حفلنا اليوم ومهرجاننا إلى القيادة السياسية المتمثلة بالمشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق علي محسن نائب رئيس الجمهورية، وكذلك وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان، كما نزفها أيضا لكل من شارك ودعم وسعى من أجل أن نظهر بهذه الصورة الوضاءة، كل من الشيخ أمين العكيمي محافظ محافظة الجوف، قائد المحور حفظه الله وأركانه، وقائد وجميع القادة والضباط. كما أيضا نشكر ركن التدريب. أيها الأحباب الكرام، ما كنت أحلم أن أبقى على ورقي أردد الشعر والأيام تنعيه، بل كنت أحسب أن أقضي بعزته وليست الروح تغلو حين تفديه. أيها الأحباب الكرام، مهما أجادت لساني السقع والتعبير وأجاد عقلي فن التصوير، فإنني لا أستطيع أن أصف حماسكم وإباءكم وشموخكم وعزتكم ونضالكم وكفاحكم. هكذا نحن الآن مطالبون، صحيح بأننا اختلفت محافظاتنا واختلفت مناطقنا، إلا أنه يجمعنا هدف واحد وغاية واحدة ومرام واحد، هي تحرير هذا الوطن. فلقد اجتزنا آلاف الكيلومترات من أجل الوصول إلى هنا، ولكن ابشروا على أننا لا نستطيع أن ننعم بالعيش مع الأحبة والخلان إلا إذا استقر هذا الوطن، فالوطن يعني الأرض والإنسان. أخي، جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفداء. الآن نترككم مع آيات محكمات من كتاب الله يتلوها علينا الرائد عبد القاهر علي محمد عبد الجليل، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع
الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا واعلموا الله على كل شيء قدير إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. حياكم الله مشاهدينا الأكارم من جديد في برنامج دروع الوطن، حيث يرابط هؤلاء الأبطال الميامين من منتسبي الجيش الوطني في محور الجوف. مشاهدينا الأكارم، نتواجد الآن في إحدى المعسكرات التدريبية التابعة لمحور الجوف. نلتقي مشاهدينا الأكارم في الأثناء أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة ومحور الجوف العميد مجاهد الغليسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية، العميد مجاهد الغليسي، وأنتم تقومون بعملية تأهيل وتدريب منتسبي المنطقة العسكرية السادسة بشكل عام وهؤلاء المجندين بشكل خاص، اطلعنا والسادة المشاهدين عن عملية التأهيل والتدريب التي تقومون بها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اولا ارحبك وارحب اخوانك وزملائك هؤلاء الرفاق. محور الجوف يستوعب اكثر من 17,000 مقاتل في الويته المعتمده لدى الدوله الشرعيه الحكومه، لكن هنا فتحنا باب التجنيد والحشد بتوجيهات الاخ القائد المحافظ اللواء امين العكيمي، والآن لدينا أكثر من 6,000 شوي في هذه المعسكر. هذا يعتبر معسكر كاستقبال، والمعسكر الحقيقي هو الآن خلف هذه التبة يمتلك فيه أكثر من 4,000 جندي، ولا زالت الحشود متواصلة. ولدينا هناك أقسام، قسم استقبال وقسم فترة مستجد، ولدينا القسم الثالث هو الانتقال إلى المهارات القتالية. المهارات القتالية هي تخرج الجندي إلى الجبهة وأنت واثق منه واثق عن نفسك. بعد أن تقومون بعملية تأهيلهم وتدريبهم، التدريب موجود، لكن ننقلهم إلى يعني تأهيل ودورات قتالية، مهارات قتالية على 23، على البيجي، على 14.5، على 13.7، على الآلي، ونفعل لهم هنا يعني في التخرج يعني يوم من الأيام. يعني قد خرجت دفعتين، أكثر من دفعتين، يعني يمكن 3 دفع من هذه المركز، ووصلت الآن في الجبهات، وكل ما خرج من هذا المركز هو يتحرك الجبهة. أنت لديك هنا أكثر من 4 جبهات الذي هي في خط التماس الآن مع الحوثي، وهي قريبة من وادي خب الشعف، وقريبة من قطع إمداداته يعني وقطع وعزل 3/4 مساحة المحافظة، هو كل من هذه المركز. بفضل الله وفضل الأخ القائد حفظه الله ودعمه لهذه المحور، وكذلك دعم الأشقاء السعوديين
وانا اكد الاخ فخامه رئيس الجمهوريه القائد العرب المسلحه وكذلك نائب رئيس الجمهوريه نائب القائد العرب المسلحه ورئيس هيئه الاركان ان في محور الجوف رجالا لم تشهده وزاره الدفاع او رئاسه الاركان من قبل. رجال يحبوا من كل وطن من كل حدب وصوب. لقد جاءوا مخلصين. لقد اتوا يعني وهم يعني ليس بفلوس، ولن ياتي احد الى هنا يعني حق كلا سياره واحده، بل اتى من نفسه وهو يصرف على نفسه وياتي الى هنا بقناعه. لانه يفتخر بانه ينضم تحت قياده اللواء امين العكيمي. واختيار قائده حتى خسر من بيته من اجل ان يختار من يقوده. فلذلك أؤكد لكم بأنكم ستزورون الجبهات وترون ما يسركم وستشرحون للشعب اليمني العظيم أن هناك أفراد وهناك قوات مسلحة وصلت إلى بطون الشعاب وقمم الجبال من أجل أن تدافع عنهم وتخرجهم من وضعة يعني احتلال الحوثي واستعادتهم إلى وطنتهم وحريتهم وإلى كرامتهم، استعادة كرامتهم الذي سلبها أذناب إيران وخريجين الكهوف. نؤكد للأمة العربية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله أن احنا سندافع عن الأراضي المقدسة كما ندافع عن أرضنا وسنرد الجميل يوما ما، ولن ننسى ما قاموا به الأخوان والأشقاء بدعم اليمن لاستعادة كرامته وأرضه ووطنه ودولته وشرعيته. لنا لقاء قريب معكم إن شاء الله بكرة يعني في المعسكر، ولنا كذلك لقاء نحن وأنتم في الجبهات القتال في جبهة الصفحة وجبهة الوقف والسليلة وكذلك جبهة المهاشمة وجبهة صبرين والخنجر وكذلك جبهة العقبة، وهذه الجبهات كلها تحت قيادة اللواء المحافظ القائد أمين العكيمي حفظه الله الذي لا يساوي أحد من هذه القادة في هذه الزمان. رجل قوي المقدام تلقاه في مقدمة الصفوف، ونفتخر نحن وجنودنا أن نساوي أن نكون مثل قائدنا كلنا. نحن نريد أن نوصل ونرقى هذه الأفراد أن يرقوا إلى ربع ما هو يعني فيه الآن القائد حقهم. أحييكم مرة أخرى وأهلا وسهلا بكم، وستلتقي نحن وأنتم في جبهة إن شاء الله في جبهة القتال مرة أخرى. حياكم الله مشاهدينا الأكارم من جديد في هذه الزيارة الميدانية لبرنامج دروع الوطن الذي نقوم فيها لتفقد أحوال المرابطين من أبطال الجيش الوطني هنا في محافظة الجوف في قيادة المنطقة العسكرية السادسة في إحدى المعسكرات التدريبية والتأهيلية. مشاهدين الأكارم نلتقي في هذه الأثناء العميد الصادق أمين العكيمي عمليات محور محافظة الجوف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لعملية التأهيل والتدريب التي تقومون بها لمنتسبي المنطقة العسكرية السادسة بشكل عام وكذا المستجدين والمجندين على وجه التحديد، اطلعنا والسادة المشاهدين عن تلك العملية التدريبية والتأهيلية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نرحب بكم ونقول لكم أهلا ومرحبا أنت ورفاقك. وثانيا التأهيل عنا نأهلهم على المدفعية، على المهارات 23 RPG 12/7 14 التمويه، التسلق الجبال،
يعني كل حاجة ندربهم عليها. نعم، بالنسبة للتخصصات المتنوعة التي تقومون بها باختيار العناصر المطلوبة للمهمات التي تقومون بتنفيذها هناك في مواقع العزة والكرامة وفي الخطوط والمواقع الأمامية، كيف تتعاملون مع هؤلاء الأبطال الميامين؟ الأبطال دول يعني هم أبطال. نعم. على أسمائهم. نعم. ولا شيء يعني يحين عندهم، يعني يطلعوا الجبال يدربوا، يعني لأن عندهم الهمة. نعم. همة عالية، الهمة والقضية التي أتوا من أجلها إلى هذه المواقع الشريفة والقضية. نعم. الأولى يعني هدفهم واحد، يعني طرد عملاء إيران. نعم. من الأراضي. نعم. وهذا أكبر يعني شيء يرفع المعنويات عندهم. نعم. رسالتكم وأنتم تقومون الآن بتأهيل هؤلاء الأبطال الميامين لتحرير ما تبقى من أجزاء الوطن، ماذا تقولون لتلك الميليشيا الانقلابية التي أصبحت اليوم في الرمق الأخير؟ نقول الميليشيات يعني ترجع إلى عقل الصواب، لأنهم الآن يعني إلى منهارين لآخر درجة. احنا والله نحن نساجر ان احنا نقتل اليمني، لكن دولة يعني عملاء ومرتزقة لإيران دخل على الدين وعلى الشريعة وعلى اليمن وعلى الأمة الإسلامية كاملة. دولة مخربين، يا أما أنهم يرجعوا لعين الصواب أغمسحوا عن وجه الأرض. شكرا، شكرا جزيلا، حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم إلى ميدان الشرف البطولة، إلى مصانع الأحرار والشرفاء والأبطال. أهلا بكم إلى مصنع الرجال، هذا هو الميدان الذي ينبت منه الأبطال والأحرار، موطن الأوفياء وموطن الشرفاء. هنا نبني المقاتل من الحياة العسكرية إلى الحياة، من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية. ننشئ مقاتل، رجل قائد لتحرير أمة، لرفع راية الإسلام وتحرير وطن. من هنا، من هذا الميدان، ميدان الشرف، نقوم ننشأ من المسجد إلى دورة السلاح، إلى المهارات، إلى جميع أنواع التخصصات بما فيها الألغام والعيارات والمدفعية وجميع أنواع التخصصات من هذا الميدان. وإن شاء الله سوف ترون أبطالا يرفع رأس اليمن عاليا، يرفع اليمن عاليا بإذن الله تعالى. هؤلاء هم الشرفاء، هؤلاء هم الأحرار، هؤلاء من باعوا أنفسهم لله وليس للشيطان، هؤلاء هم الأبطال. فأنا أؤكد لكم ونعاهدكم الله ونعاهد قيادتنا وقائدنا اللواء أمين العكيمي بأننا سنظل للعهد أوفياء وللوطن أوفياء، فسوف نناضل ونقاوم ونجاهد حتى آخر قطرة من دمائنا. والسلام عليكم.
ومعنا هنا مشاهدينا الأكارم أيضا قائد الشرطة العسكرية هنا في قيادة المنطقة العسكرية السادسة في محور الجوف العقيد أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أقدم الشكر والتقدير للواء أمين بن علي العكيمي حفظه الله قائد المحور ومع أركان حرب والعمليات حفظهم الله بما قدموا لنا منذ بداية تأسيس الشرطة العسكرية. وتم تأسيس الشرطة العسكرية من ثلاث كثائب، الأولى بقوام 154 فرد التي قامت بتأسيس سبع نقاط رئيسية ونقطتين فرعية، وحاليا في ميدان التدريب والتأهيل كثيبتين، الكثيبة الثالثة يعني الثانية والكثيبة الثالثة، ومنها سنقوم بتأمين باقية مدينة اليتامى من كل الاتجاهات سواء في الخطوط الرئيسية أو الفرعية سواء داخل المحور أو خارج المحور. العقيد أحمد المجنحي، ماذا عن عملية التأهيل والتدريب المتخصصة في منتسبي الشرطة العسكرية غير بقية الوحدات الأخرى؟ الشرطة العسكرية هي قدوة الضبط والربط أولا وقبل كل شيء، هي يعني الصمام الأمان وسلطة ذات سيادة وتكون يعني مستواها رفيع على كل مستوى الوحدات العسكرية التالية، ومنها الوحدات الفرعية والأساسية، يعني تقوم بضبط الوحدات العسكرية، تقوم بضبط الأسواق الرسمية داخل مدينة اليتامى، الأسواق يعني الخطوط الرئيسية سواء جاية أو مرة من الخط الرئيسي. هنا لا ننسى دور قيادة التحالف العربي وقيادتنا السياسية والعسكرية على اهتمامها المستمر والمتواصل لتأهيل منتسبي الجيش الوطني سواء منتسبي الشرطة العسكرية أو بقية الوحدات الأخرى. رسالتكم لقيادة التحالف العربي وقيادتنا السياسية والعسكرية. نشكر الملك سلمان وقيادة التحالف العربي بما قدموه من دعم ومن توفير يعني منذ بداية تأسيس محور الجوف، ونشكر القيادة السياسية مثلا بالمشير عبد الرب منصور هادي والفريق علي محسن الأحمر بدعمهم ورعايتهم لتأسيس محور الجوف. شكرا، شكرا جزيلا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأكارم من جديد في برنامج دروع الوطن، والذي نذهب فيه وإياكم مشاهدين الأكارم في جولة ميدانية استطلاعية إلى قيادة محور الجوف، حيث يرابط هؤلاء الأبطال الميامين من منتسبي المنطقة العسكرية السادسة هنا في إحدى المعسكرات التابعة لمحور الجوف. معنا مشاهدين الأكارم في هذه أثناء أحد المدربون الذين يقومون بعملية تأهيل وتدريب هؤلاء الأبطال الميامين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لعملية التأهيل والتدريب التي تقومون بها لمنتسبي الجيش الوطني من منتسبي المنطقة العسكرية السادسة هنا في محافظة الجوف، حدثنا والسادة المشاهدين عن تلك العملية التدريبية والتأهيلية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نرحب بكم ونرحب الضيوف الرئيس أركان المحور مجاهد قائد حزام الغليسي والشيخ صادق أمين العكيمي، ونرحب الحاضرين جميعا
أما بالنسبة للتدريب والتأهيل فنحن الآن لا زالت يعني الحشود تتوافد، ولا زالت الحشود تتوافد، والتدريب على المهارات القتالية وهندسة ألغام وعلى المدفعية، والتدريب يعني مستمر بوتيرة جيدة، ولا زالت الحشود تصل يوما بعد يوم، وإن شاء الله يكون النصر على أيديهم بإذن الله. طيب أثناء استقبالكم لهؤلاء الأبطال الميامين الذين يعول عليهم اليوم الشعب اليمني في تحرير ما تبقى من المناطق والمحافظات التي ما تزال ترزح لوطأة تلك الميليشيا الإنقلابية، كيف وجدت معنوية هؤلاء الأبطال الميامين أثناء وجودهم في هذا المعسكر؟ والله ما وجدت هؤلاء الأبطال إلا رجال كالجبال في هذه الصحاري وفوق الجبال، والله ما أراهم إلا أنهم سوف يدوسون عليهم بجنازير هممهم العالية ومعنوياتهم تناطح السحاب. ونقول لأذناب العمالة في الداخل والخارج، أذناب العمالة لإيران، أن أبناء اليمن الأحرار والشرفاء يتوافدون من كل فج وصوب ويأتون لأجل إنقاذ أمهم اليمن الحبيبة، ومستعدون لكي يضحوا بكل قطرة من دمائهم في سبيل هذا الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن هنا في قيادة محور الجوف نقوم بتأهيل الأفراد للجيش الوطني لتحرير ما تبقى من الوطن من هذه الشرذمة الخبيثة التي طغت وبغت في اليمن. ونعاهد الله ونعاهد قيادة محور الجوف بقيادة المحور اللواء أمير بن علي العكيمي أن نمضي قدما نحو ما تبقى من تحرير اليمن، وإن شاء الله بعدهم إلى مران. طوفانه المزعوم بالي ضعيف تحت أقدام الرجال، تزخرفه الملازم واهنات وتفرضه المدافع والأوالي. إذا الحوثي مر بدار قوم رأيت الحرب تفتك بالجمال. عقيدتهم خراب في خراب، مسيرتهم تقود إلى الزوال. يقول النصر للإسلام قولا كذوبا ثم يغتال الأهالي. فسل عمران كم شرفا أهانوا، وصعدة كم أبي لا يغالي. وسل صنعاء تنبئ عن أذاهم، وسل أنهم مآذنها العوالي. معارضهم عدو داعشي وزنديق يقابل بالنكال، ومن مالت حماقته إليهم صريع في السهول وفي التلال. أنا اليمني درب العز دربي، أنا اليمني درب السلم دربي، وتعرفني المتارس في قتالي. فإن شئتم سلاما قد سلمتم، وإن حربا فخيلي لا تبالي. بلاد لا أعيش بها عزيزا، فقبري خيرتي عن كل مالي. لعينك أم بلقيص أتينا وأرخصنا، لعمرك كل غالي. سكننا في الجبال وفي الصحاري، وخيمنا على برد الليالي. ولكن حسبنا أنا خرجنا، يزلزل زحفنا حكم الملال. نجوع وتشبع الأنفاس عزا، بيارقنا تتوق إلى المعالي. يصبرني نشيد الأرض حولي بأننا سوف نرجع بالمنال. على ولو أصغيت يا صنعاء سمعا لما شكيت يوما بالوصال. على أبوابك العذراء باتت تسير خيولنا بالاختيال. طرقنا باب مران بجند جبال فوق هامات الجبال. قطفنا من جحيم البيد نصرا، وأسقيناه كل دم زلال. وربيناه حتى شب فينا يقينا، دون نصرك لا يوالي. نبشر أم بلقيص لعمري بأننا قد رجعنا بالمحال. وسلامتكم. سلمت أيها الشاعر. نعم، الله أكبر ولله الحمد. أيها الأبطال المقاتلون، أيها الأشاوس الأبطال، يا من خرجتم قد حسرت رؤوسكم وحفيت أقدامكم،
يا من خرجتم تتوشحون السلاح في كل ساح، يا من خرجتم وشعاركم السنام والسلام، فعليكم من الله السلام. إنكم بحق جبال فوق الجبال، إنكم بحق بحار فوق البحار، إنكم بحق نجوم الأرض كما أن للسماء نجوم. أيها الأبطال الأشاوس، أيها الأباة الشجعان، يا من سمعتم النات الأيام وصيحات الثكالى، يا من سمعتم قول القائل عندما سأل السائل قائلا فيما خرجت، فأجبتم عليه بصوت الحر الواثق، قالوا فيما خرجت، قلت لأنني حر أبي سمعت توجع الأحرار وسمعت نوح المسلمات، فخرجت أفديهم بالروح بالأعمار، وسمعت فتوى الله إلا تنفروا فاستبشروا بالخزي ثم العار، ووعيت قول محمد إلا تنفروا يوم النفير، إلا تنفروا يوم النفير فاستبشروا بالخزي ثم العار. أيها الأحبة في الله، أيها الأحبة الأشاوس، أيها الأحبة المقاتلون، إننا خرجنا لنصرة أرضنا ولحماية عرضنا. هل ستتخلوا عن أرضكم؟ هل ستتخلوا عن بلدكم؟ هل ستتخلوا عن دماء الشهداء؟ هل ستخونون جمهوريتكم؟ هل ستتخلون عن وحدتكم؟ إذن بالصوت المعهود وبالشعار المعروف بالروح بالدم. من كلمة الآخر كان حرب المحور نقتبس، إن الميدان ينتظركم، إن الميدان ينتظركم أيها الأبطال. ومن كلمة الأخ عمليات المحور نقتبس، إن دولتكم المسلوبة وأرضكم المنهوبة تنتظر منكم ثورة ثائر وعزيمة حر وشموخ شامخ، وإنكم والله بحق ذلك الحر وذلك الشامخ وذلك الإنسان الحميري. أنتم من قال فيكم الشاعر وهو يصفكم، نحن اليمانين يا طه تطير بنا في رواب العلا أرواح أنصاري. إنني أريد أن أختم كلمة الافتتاحية هذا بشعارنا المعروف، أسمعوا كل خائن وكل عميل وكل مرتد صوتكم المعروف الذي يشق الآفاق والذي يصل إلى الأسماع بالروح. إن اليمن يناديكم، الكل يردد يا شباب. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، إذا الشعب يوما أراد الحياة
فلا بد أن يستجيب القدر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. صنعاء يا قلعة الأسود يا كعبة المجد والخلود يا جبهة الشمس للوجود سمعت في فجرك الوليد توهج النار في القيود وبيرق النصر من جديد. تزيني لوصلك المنشود وجهزي لضيفك الورود صارت على أبوابك الوفود تسابق الأيام كي تعود. وشيخنا الأمين كالجلمود يقودنا ليومك المنشود. نحن نقوم بدور وتأهيل الجنود الذين يحتشدون إلى هذا المحور في التدريب، والتدريب له الدور الفعال والكبير لتأهيل هؤلاء الرجال الأشاوس المقاتلين من بداية الحركة النظامية إلى السلاح إلى المهارات إلى الاقتحامات. والبعض منهم قد أدى دوره، بعد أن أدى دوره في الميدان أدى دوره في الجبهات، وهناك كانت انتصارات قوية جدا بالنسبة لهؤلاء الناس. ونشكر كذلك الشرطة العسكرية في داخل المحمر وخارج المحمر من تأسيسها إلى الآن الانضباط جيد، لأنهم رأس القوات المسلحة تعتبر القضاء على الفساد في كل مجال، سواء في المجال المدني أو في المجال العسكري. ونشكر قيادة المحمر بشكل عام قائدا ونائب القائد ورئيس العمليات. بالروح بالدم نعطيك يا يمن، بالروح بالدم نعطيك يا يمن، بالروح بالدم نعطيك يا يمن. اولا نرحب بالضيوف الكرام الحاضرين الى هذا المعسكر، ورحب بالله الشيخ صادق عمليه المحور، وابعث تحياتي لفخامه الرئيس عبد الرب منصور هادي على جهده ومواصلته ودعم الوحدات العسكريه في كل المجالات من حيث ردع العدو الايراني، هذا العدو الذي جاء يحمل لا يحمل اي مصطلح سياسي لبناء دوله مدنيه، وانما يحمل ثار حسيني وثوره خميني. فالفارق بين معسكرات الحوثيين ومعسكرات الجيش الوطني انهم يختارون الأطفال من المدارس ويجندوهم إجباري، بينما نحن نترك المجال لأي شخص يختار ونقوم بتأهيله حتى يخرج إلى الجبهة وهو عنده كل مجالات القتال من مهارات من قتالية من كل الأنظمة. وإن شاء الله أن النصر قادم، وإن شاء الله سنقدم إلى صنعاء. فالحرية غالية الثمن، لا بد من دفع الضريبة لهذا الوطن، لو قتل منا من قتل، لو اعتقل منا ما اعتقل، لا بد من دفع الضريبة حتى نعود أحرار إلى العاصمة صنعاء وإلى أهلنا كمان. وشكرا. الحارس المأمون من صعد لا سيهون، من شب ولا بينون حتى زقر وحليش. الحارس المأمون من صعد لا سيهون، من شب ولا بينون حتى زقر وحليش. جيش النضال جيش النضالي
نحن هنا في إحدى ميادين الجوف في ميادين التدريب والتأهيل في محافظة من محافظة الجمهورية اليمنية في محافظة اليمن السعيد اليمن الحبيب. أتينا وهبينا من أنحاء الجمهورية اليمنية ندافع عن الوطن التي قد نهبت وعن كتاب الله وعن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأتينا هنا لقد سمعنا صراخ الأطفال الأيتم والنساء الرمل، لقد يتم الأطفال وأرملوا النساء وهدموا المساجد والمدارس، فنحن هنا أتينا ولبينا هذا النداء مسرعين لكي ندحر هذا الظالم، هذه الميليشيات الحوثية الفارسية، فنحن هنا لدحرهم. مشاهدينا الأعزاء، في ختام حلقتنا لهذه الليلة من برنامج دروع الوطن لا يسعنا إلا أن نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. حتى الملتقى في حلقة جديدة ومن مواقع جديدة، نترككم في رعاية الله وحفظه. من خير الرجال بالنصر قادم، كلنا من أجل عرسك يا بي.